سالي جرح الجيش العربي السوري بعد ما قدموا رسالتهم على الأرض ودافعوا، اليوم عم يقدموا رسالتهم ويوصلوها من دمشق إلى كل العالم بحناجرهم. أكيد بيسعدنا نرحب اليوم بباقة من جرح الجيش العربي السوري، من كورالا جرح الجيش العربي السوري الذي أسسته جمعية المقعدين وأصدقائهم في محافظة اللاذقية. أهلا وسهلا فيكم. أكيد يعني وجودكم هو قيمة مضافة لصباحنا لليوم، فينا مظبوط، نعتبرها قيمة مضافة، وكتير يعني بنفتخر بوجودكم معنا. أنتوا أبطالنا، صحيح، وبسببكم نحن موجودين هون على أرض مدينة المعارض وعايشين بأمان ببيوتنا. عبق وردة ووئام إبراهيم وفريد عيسى، نورتوا صباحنا، أهلا وسهلا صباح فيكم. الخير، أهلا وسهلا. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم. نبلش معك فريد، خلينا نحكي تفضل. اليوم عن مشاركتك ضمن أول شيء، خلينا نحكي الكورال ككل وضمن معرض دمشق الدولي عن حفل الافتتاح. هلا بشكل عام نحن نتشكر المدام فريال، هي رئيسة جمعية المقعدين وأصدقائهم باللاصقين، هي اللي ضمتنا واللي سجلتنا على الموضوع، اللي ما كنا مفتحين عيوننا عليه أو فتحت عيون العالم علينا إنه في كورال جرح الجيش. يعني شيء حلو ورائع كتير، يعني ونحن ما نقدم رسالة، بنوصل رسالة من خلالنا إنه رغم الشيء اللي صار فينا والإصابة اللي تعرضنا لها لساتنا واقفين وصامدين، وما في شيء بيهزنا، ونحن ناطرين إن شاء الله النصر القريب بإذن الله. فحابين نوصل رسالة إنه كلنا تفضل. إيد وحدة مع بعض، بإذن الله راح نكون أكيد، سوا. يعني منكم نحن بنستمد هذا الأمل، بس نشوف هذا الـ الأمل الكبير بالانتصار رغم كل شيء قدمتوه وما زلتوا عم بتقدموه، يعني يعجز الكلام. رح ننتقل لك وئام لنحكي أكثر عن هذا النشاط اللي أنتوا قمتوا فيه، رغم الألم يولد الأمل، خلينا نحكي عنه. أول شيء صباح الخير سعد ويعطيكم ألف صباحك. عافية. هلا كورال جرح الجيش متأسس من 3 سنوات تقريبا. صرنا عاملين كذا فعالية، أول فعالية كانت لنا بمسرح دار الثقافة بمحافظة حمص، وعملنا حفلتين مسرح الأسد للثقافة باللاذقية، وهي كمان افتتاح معرض دمشق الدولي كان عندنا فيه مشاركتين. يوم الافتتاح شاركنا بأغنية موطني، وامبارح كان عندنا افتتاح البرنامج كله، يعني اغاني المشتغلين كلها قدمناها امبارح. يعطيكم الف عافيه. بننتقل لعند عبق، يسعد صباحك. صباحك، صباح الفل، اهلا وسهلا فيك. خلونا نحكي حضرتك اليوم كلكم مشاركين بالكورال، اليوم أكيد. عم نتوحد بجراحنا، مع اكيد بتكون هيك في مواقف انتم اكثر ناس بتحسوا فيها، نحكي قديش ضافت لك اليوم وجودك ضمن هاي الكورال، اليوم وجودك مع رفقاتك اللي قدموا مثل ما قدمت انت بالميدان. اكيد كل واحد بمكان وجوده قادر يكون شيء، قادر يقاتل، قادر يحس انه موجود، ونحن بمكاننا بالكورال عم نحاول انه نقدم شيء، انه نحن لساتنا موجودين وعلى الهامش، لساتنا باول السطر، وعم نقدم شيء من قلبنا لهالبلد ولهالناس اللي بتحبنا واللي عم تدعمنا، فأي شيء بيطلع من قلبي يوصل للناس فورا. أكيد أكيد. يعني رح نرجع ننتقل لك فريد لنحكي هي القوة، قوة الإرادة. نحن بنعرف أن الشعب السوري هو قوي الإرادة، ولكن جيشنا أثبت خلال فترة الحرب قوة جبارة، نفسية جميلة مثل نفسياتكم. خلينا نحكي هيدي القوة، هيك الإيمان المطلق، منين عم نستمده نحن؟ هلا واحد أول شيء بده يكون عنده إيمان برب العالمين، والشيء اللي عايشينه يعني إيماننا بيجي من قوتنا، من رئيسنا الله يديمه فوق راسنا، آمين. ومستمد قوتنا من الشعب، يعني الشعب، يعني كلنا متكاتفين إيد وحدة، وهي الأرض آخر شيء إلنا، صحيح، لازم نفديها بأرواحنا بدمنا. شو فينا نقدم؟ بدنا نقدم، يعني صح هلا أنا قاعد على كرستي، بس أنا داخلي بضل مزعوج. هلا رفقاتي عم يقاتلوا بساحات المعركة، بتمنى لو انه ما وضع هيك ولساتني عم قاتل. نتمنى القوة بتيجي من
من داخل البني يمكن آدم. من حبنا للأرض، من حبنا لسوريا تماماً. لأرض سوريا، يمكن تمسكنا بهيدي الأرض، بتراب الأرض، نارمين عم بنشوف يعني ما بتتعوض الأرض. أكيد أكيد، يعني منكم نتعلم حب الحياة إذا بدنا نقول، معاني الحياة منكم وخلالكم بنقدر نوصل رسالة من دمشق لكل العالم إنه نحن بعدنا بأرضنا، متمسكين بأرضنا ومنحب أرضنا. ما بعرف، حابين نتعرف شوي على مواهبكم أكثر؟ حدا بيتميز بالعزف بالغناء؟ أنا مواهبي راحت مع جريات. بالعكس، بالعكس أبدا، وجودك اليوم هو أكبر فخر لنا. نحن بالكورال نغني بشكل جماعي، بس في بعض الأشخاص يعني عندهم موهبة من رب العالمين ومشتغلين عليها، وحتى بالكورال يعني نحن عندنا تدريبات، فاللي عنده الموهبة عم ينميها. في أنا والأخ عبق عندنا أصوات جميلة، فينا نسمع شيء منكم؟ أكيد حابين كتير نسمع. يلا تفضلوا مع وياهم. سوريا يا بلاد العز، مجدك علا علا، شوكي بعيون الغدار، الدنيا بتشهدك إلا. سوريا يا بلاد العز، مجدك علا علا، شوكي بعيون الغدار، الدنيا بتشهدك إلا. الله 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 الله، منصورين بإذن الله، سوريا أمنا وبدمنا، عنا ما منتخلى. يسلم هالصوت وياهم. كمان حابين نسمع من عبق شيء إذا بسمعنا، تفضل. شكرا، رح سمعكم الغنية اللي غنيتها. يلا أكيد تفضل. بلدي حبيبي يا وطني الغني، بأرضك الخصيب وجوك الهني، يا بسمة الأجيال باللي انكتب وانقال، من خير ومن جمال من أول هديني. الله يسلم هالصوت. يسلم، شكرا. يعني ما فينا نقول إحساس حلو، يمكن مفعم بحب الأرض وبحب سوريا. خلينا نحكي، أنتم موجودين ضمن معرض دمشق الدولي، وكنتوا خلال حفل الإفتتاح، يمكن الحدث الجميل والأبرز إذا بدنا نقول على المسرح. بدنا نحكي شوي عن التحضيرات اللي عم بتكون جاية لكم بعد معرض دمشق الدولي. عم تفكروا تكبروا الكورال أكثر، تطوروا أكثر مواهبكم؟ أكيد إن شاء الله. هلا في عنا خطة موضوعة نحن للكورال، تدريباتنا مستمرة يعني تماماً. تعرفي كورال يعني على طول لازم وتدريب وشغل تماماً. ونوسع الكورال، وإن شاء الله عنا طموح هلا أكبر. كمان كان عنا لازم حفلة بدار الأوبرا، هلا بس تأجلت شوي بسبب المعرض. ايه كمان المعرض كان قريب المعرض، وكان عندنا ضغط شغل كتير فيه يعني. يعني نحن 3 أيام أو 4 أيام، نحن هلا صار لنا أسبوع هون بالشام، يعني بشكل يومي عندنا شغل بشكل يومي، فما كان عندنا هالراحة لحتى نقدر نأدي بدار الأوبرا العرض، فاضطرينا نأجله. الله يعطيكم ألف عافية، أحلى شغل هو شغلكم اللي كان واللي ما زال. أكيد تفضل، بدي أسمع. نحن حابين يعني نوصل رسالة وإن شاء الله توصل، وبدنا إنه تكون وصلت هي. يعني مو بس حابين إنه نوصل رسالة، بدنا كمان نغني بسوريا وبرا سوريا، هذا طموحنا. أنت غنيت معهم فريد؟ إيه، بس اليوم مضروب الحبال الصوتي مبارح. سلامتك. كان هذا تزروني والله لفريد. سلامة قلبك. أنا صوت الحمد لله كويس وطيب وبحر. بعدها بتغني جبلي. إيه هو أنا الجبلي صراحة يعني، بس اليوم مضروب. هلا من شي موال الله يسامحك. هلا من شوي أنا موال للشباب. بحصته على الآخر. ما فيني. ليش ما خبيت الموال؟ والله ما كنت متوقع هيك النتائج. سلامة قلبك. أكيد سلامتك. يعني فريد ما في احلى من نفسيتك الحلوه، يعني عن جد منك نحن بنتعلم الحياه، انت السوري اللي بنفتخر فيه عن جد. عامل لنا جو فريد فريد هو الروح الحلوه الموجوده بالكورال على طول. يعني هلا نحن صرنا بالكورال اكثر من مجرد رفقات، اكيد صرنا مثل اخوه يعني. نحن طبعا بالجمعه عندنا يومين تدريب، نحن كل جمعه قبل الحفله يعني، في يومين تدريب ما بنلحق نشتغل بعض،
تمام. شوي بنجي على الحفل تشتاقوا ابدا؟ شوي يعني شوي شيء بسيط. بنجي فورا بيستلمنا المعلم فريد. احكوا لنا شو بصير بيناتكم هيك مواقف؟ بدي احكي لك المواقف اللي بتصير. ضحك كله مزح. سلامتك. هلا كنا بالفندق نحن نازلين. مواقف بشكل يومي. هلا خلصنا امبارح الحفله على اساس انه خلص نحن تعبانين وكذا نطلع نرتاح. الله وكيلك 5 الصبح نايمونا سهرانين على مواقف. والله شو ننسى. مواقف يعني انت بتطلعي. لا الله يعطيكم العافيه يا رب. بنطلع نحن على اساس انه خلص بدنا نريح، فمواقف بتصير الضحك اللي بيصير والمزح وكذا، ما لك قلب انك تترك الشيء اللي تطلعي تنامي، عرفتي شو؟ فهذا اللي عم بيصير. انا صرت عم بتخيل انه انتم قديش بتضلوا متحمسين لتجوا عندكم بروفات لتلتقوا ايه مع بعض. نحن على طول النشاط مفعم فينا دائما. مثلا الاخ عبق مثل اليوم عم نفطر مثلا، نفطر مثلا كان هو قاعد بقبالي بقول له بعد اذنك يا عبق ليش عم تزورني كل الوقت؟ عرفتي؟ بس بيمرق عبق بقول ليش عم تطلع اجري يا عبق؟ هيك عامل لك الروح الحلوه اللي هو الموجود. يعني رغم هذا الشيء خلي العالم تتعلم قديش في 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 حب للحياه. يعني يمكن قديش في عندك من جوا ايمان وقوه حتى لساتك عم تضحك رغم كل شيء. هلا بني ادم اذا كان صبور يعني لازم يكون عنده ايمان وصبور، وكل ما كان صبور رب العالمين بيزيده صبر وايمان اكثر، وكل ما كان ضعيف بيضعف رب العالمين بيضعفه. عرفتي كيف؟ يعني والروح الحلوه والبني ادم طبيعته هو بيكونها وبيكون اللي حواليه، فكمان نحن بنستمد قوه من الناس اللي حوالينا. انا بستمد قوتي من اهلي وانا طالع، الناس اللي حوالينا هي اللي بترسم لنا هالابتسامه اللي بتزرع فينا هالوردي. يعني وين ما راح واحد لازم يزرع وردي، لازم يكون عنده وردي. طيبه كل التحيه لاهلك. اكيد اكيد ولجميع اهاليكم، يعني هنن كمان جنود مقاومين معكم. يعني أكيد. كل واحد عكس شخصيته على الكاميرا. يمكن عبق هو الشخص من صوته الهادي. عبق وردي وردي عبق ما كثير يمكن بيحب يحكي حبه هذا اسمع مسمى كاسمه كني نسمع منكم ديو فينا ويقاموا عبق تغنوا شيء مع بعض. شو بدنا نغني معلي؟ حرقوها موتني. اوكي يلا يلا تفضل اطلع. انا هاي شوف شكلي واقف اذا كثير ذكرى على مهلك. ساعده شوي بالبدايات. موتني موتني الجلال والجمال والثناء والبهاء في رباه والحياة والنجاة والسناء والرجاء في هوا في هوا. هل أراك هل أراك سالما منعما وغانما مكرما سالما منعما وغانما مكرما هل أراك في علا تبلغ السماك تبلغ السماك موطني موطني. يسلم هالصوت. الله يسلمك. يعني سالي بيقولوا لنا ليش ما بيقدروا على سوريا؟ ليش ما بيقدروا يهزموا سوريا؟ عندنا نماذج لابطال، لابطال سوريين شباب بترفعوا الراس. منكم الحياه يمكن عم بكل نقطه عم تقولوها عم تنبع الحياه، حب الحياه والاراده. بدنا نسمع هيك من فريد كلمه اخيره. مو صوت من فريد. لا كلمه حابب توجهها اليوم لكل السوريين. معرض هاي السنة تحت عنوان من دمشق إلى كل العالم. منك فريد. العنوان لحاله بيكفي يعني الصراحة. هلا أول شيء بدي أنا والشباب بدي أحكي عن الجرحى. أنا بفتخر إني سوري، بفتخر إني كنت بالجيش العربي السوري وما زلت بالجيش العربي السوري. بفتخر إنه أرضي سوريا. هذا فخر إلنا وشرف إلنا وبنرفع راسنا. فمنقول لازم نضل إيد وحدة متكاتفين مع بعض. مهما صار يعني لازم نكون ايد واحدة، قلب واحد وروح واحدة.
نحن بنفتخر انكم شبابنا سوريين، انكم دافعتوا عن ارضنا وعن عرضنا، اكيد انكم وصلتونا لهيدا المرحله. هذا واجب اي حدا فينا اكيد. يعني شو ما حكينا وشو ما قلنا لكم فهو قليل على تضحياتكم. نحن ولا شيء بالنسبه لكم. يعني وقام عبق، شو حابين تقولوا لكل اللي عم بيتابعنا؟ ومثل ما قالت نرمين، يعني ليش ما قدروا على سوريا بوجود هيك شباب؟ هلا اكيد ما راح يقدروا على سوريا بما انه في رجال مصممين للنصر تماما، ان كان بالدفاع بالسلاح يعني عناصر الجيش، او ان كان بالكتابه بالرسم بالفن باي بالتمثيل حتى باي الفنون، يعني اي شيء الواحد قادر يقدمه ما حد راح يقدر على هيك بلد صامده ومتقاوم فيها هيك ناس. عبق، انا راح اخص هاي الرساله للشباب المصابين مثلنا، يعني انه لسه الحياة مستمرة وفيها شيء، في شيء لازم نقدمه. يعني الانسان في جواته كتير اشياء بجوز ما ظروف ما سمحت له، بس هلا بجوز الاصابة عطت ظرف اكتر لنا انه نقدم الشيء اللي جواتنا ونبين شو نحن، لانه الانسان من خلال داخله بيعرف شو هو الانسان. هيك بتمنى انه من اي شخص مصاب انه ينطلق للحياة وما يتفائل يتفائل، حياة حلوة يعني للحياة. ما فيها شيء بيكسروا الإنسان أكيد. يعني فريد عيسى، عبق، وردة، ووئام إبراهيم، اليوم حليتوا صباحنا كان مميز معكم. بدك يعني بدك تحكي شيء؟ بس بتخلص حكي ما تفضلي. أوكي شكرا. يعني وجودكم اليوم كان مميز، حليتوا صباحنا مثل ما قلنا. كان اليوم إيقاع صباحنا سالي على إيقاع الجيش العربي السوري وجرح الجيش العربي السوري. عزفتوا لنا نقطات الحياة، نقطات الجمال، نقطات البطولة. فريد إلك تفضل. هذا كله فخر وشرف لنا. يعني نحن رغم إصابتنا مبسوطين وشي بنفتخر فيه. نحن مبسوطين فيكم أكثر، كنا منقاتل على حق. بحب وجه تحية لأمهات الشهداء جميعا، والله يرحم جميع الشهداء. هي تحية لأبطالنا الجيش العربي السوري هلا اللي عم يقاتلوا الصامدين. هلا بنتمنى كلياتنا نكون معين بإيد وحدة، وتحية لسوريا وتحية لكل الأخبار السوري، وصباح الخير. يعني ماني حابة اختم ابدا معكم. الحديث ممتع، الحديث حلو، احلى فقرة كانت يمكن بالنسبة لي. اكيد ايه بنسمع. ليش سمعونا شيء اخير هيك توديع؟ هلا النهاية عندك عوق. تفضل معلم. غنية بتحبها بتعني لك، بتدندنا هيك بينك وبين حالك. غنية حب زكي ناصي. يا عاشقة الورد إن كنت على وعدي فحبيبك منتظر. يا عاشقة الورد حيران أينتظر والقلب به ضجر، حيران أينتظر والقلب به ضجر. ما التلت ما القمر، ما النجمة ما السهر. إن عدت إلى القلق هائمة في الأفق، سابحة في الشفق، فهيامك لن يجدي. يسلم يسلم هالصوت. غنيت لي الغنية اللي بحبها كتير. بدي أتشكركم بالنهاية، بدي أتشكر صمودكم، بدي أشكركم على هاي الروح المعنوية العالية. كل التحية لكم يا شباب، والله يقويكم دائما. الله يخليك يا رب، وكل الشكر لكم كمان. الله يعطيكم ألف عافية. شكرا كتير على الطاقة اللي منحتونا إياها، هذه الطاقة الإيجابية، وعلى وقع الانتصار نيرمين. وبتوقيت ياسمين دمشق وصلنا لختام فقرات صباحنا لليوم من مدينة المعارض ضمن فعاليات معرض دمشق الدولي. تابعونا
كل يوم الساعة 10 الصبح. كل الشكر لكادر الإخبارية السورية خلف الكاميرات وبالإخراج والإعداد، كل الشكر لكم. نلقاكم إلى اللقاء. يعطيك العافية نرمين. يعطيك العافية سالي. بدي أتمنى لكل مشاهدي الإخبارية السورية كل الراحة والمحبة والسلام. اليوم جمعة يعني عطلة، وكنا نحن بالأجواء السورية الحلوة مع الشباب، فأكيد المرحب فيكم ضمن معرض دمشق الدولي. المعرض بيفتح أبوابه الساعة 5 وحتى الساعة 11 ليلا. تبقوا بألف خير، منلقاكم بكرة بتمام 10 صباحا. باي باي باي.